تمام. طيب ده بعض الأسئلة الشبيهة بأسئلة الامتحان. طبعا الغرض منها هنا إن أنتوا تبقوا أوير باللي هتواجهوه، عشان ما تبقاش إيه، ما تفاجئش في الامتحان إن أنت عندك نوعية من الأسئلة أنت مش متوقعها. الأسئلة زي ما أنتم شايفين هنا، كالكوليت 11 والـ ام مود 13، فده سؤال كان فيه كالكوليشنز هتضطر تستخدمه. طبعا أنت ممكن تستخدم الكالكوليتر، ما عنديش مشكلة خالص، رغم إن أنا عارف إن الكالكوليتر فيها جي سي دي وفيها بعض الحاجات اللي ممكن تساعدك، ما عنديش مشكلة. يعني أنا ما عنديش مشكلة، عشان كده أنا عامل أسئلة أنا بتتحل حلتها بالكالكوليتر خلاص، واستخدمت المزايا اللي في الكالكوليتر، وده ساعدني شوية في الحل، بس ما عنديش مشكلة. عشان كده في سؤال 20 سؤال جزء منهم ممكن يتحل فعلا بالكالكوليتر، لكن يهمني إنك تعرف حتى تستخدم الكالكوليتر، يعني ما عنديش مشكلة خلاص. فده سؤال مود 11 اس 8 مود 13، فاكيد انتوا عارفين ممكن يتحل ازاي. انا مش هحل اسئله هنا خلاص، انتوا ممكن تبدا تتراي وترجع للمحاضره، لكن الحاجات دي هتلاقيها موجوده. يمكن 11 اس 8 مود 13 هتلاقي اخوه موجود في المحاضره، لكن ده ممكن يبقى السؤال عندك، فانت حاول تشتغل بايدك وبالكالكوليتر عشان تقدر تحل السؤال ده. طبعا ده سؤال، ده ما اعرفش اذا كان ممكن يكون موجود في الكالكوليتر ولا لا، اتمنى ما يبقاش موجود، بس يعني ايه، ده بولينوميال كالكوليشن. بتهيألي انت ده حاجه قديمه قوي، بس انت عليك تعرف تحل السؤال ده. بس طبعا هنا بشتغل ايه، زي دي 2، بشتغل كوفيشنت ان زي دي 2، يعني الكوفيشنت بتاعتي يا 0 يا 1. هنا فور ذا فاينايت فيلد جي اف 2.8 وير ام اكس، انا هنا مديكم الام اكس اهو خلاص. If x هيساوي كذا و g of x هيساوي كذا، calculate f of x g of x خلاص mod m x given x 8. زميلتكم اللي كانت بتسأل على الجداول اهو، ده given عندكم اهو في السؤال خلاص يا باشمهندسة. تمام يا دكتور. يعني فده given، انا حتى مش هسيبكم تحسبوا ده، بس طبعا كان ممكن اسيبه واعتبره ده يعني سؤال مضاعف، او احسب دي في حتة على جنب، يعني ممكن، يعني ده لوحده كده ممكن كده احسب ايه، إيه مثلا سي احسب لي اهو ده مثلا ايه، كالكوليت اكس اس 8 مود كذا وارجع استخدمه في سؤال تاني. وطبعا ده هيبقى اصعب بالنسبه لكم، اللي هيغلط هنا هيغلط في السؤال التاني خلاص. بس ايه، كان ممكن برضه اعملها ايه، يعني ادي جيفن هنا واحسب واحده تانيه هناك عشان اتاكد انك بتعرف تعمل الاثنين خلاص. لكن هو ده السؤال اهو في الاخر خالص، ده سؤال اهو. طبعا انت هنا محتاج تستخدم الباينري ريبريزنتيشن بتاع الالجوريثم، او تعمله بايدك بقى لو انت عايز تعمله بايدك خلاص. لكن في طبعا الجوريثم باينري ممكن نستخدمه سيستماتيك جدا عشان نقدر نعمل الايه، نعمل الحسبه ديت ونوصل للنتيجه. برضه هنا وات ذا تشاينيز ريمايندر اوف 13 مود 35، يعني سهل جدا انك تحسبه، يعني لو انت فاكر القانون. طبعا القوانين البسيطة دي مش هقولها، أصلا ما عنديش هنا حتى في المنهج كله من أقول لك قوانين معقدة، يعني القوانين كلها بسيطة جدا، يعني كلها عبارة عن 3 سيمبلز أو 4 سيمبلز يعني. فأنا هنا مش في إيه، يعني مش ما فيش عندنا قوانين خالص تقيلة أو كبيرة خلاص، عشان خاطر أقدر أديها لك في الامتحان. What is the Chinese remainder of 13 mod 35؟ أنتوا عارفين. Which of the following numbers are primitive root of 7؟ لو انت فاكر فكره البريمتيف روت هتعرف ببساطه ازاي تقدر تطلع الايه البريمتيف روت. وهنا طبعا مديك رقم صغنن عشان ما تقعدش تقعد ايه وقت كبير تحسب الايه ال تعمل كالكوليشنز. طبعا ده محتاج طبعا ورقه تحت ايدك، عشان كده في درافت بيبر هتبقى معاك تقدر تحل بيها اثناء تقعد تجرب وتقعد وتشخبط زي ما انت عايز عشان خاطر توصل للحل. وطبعا حاجات زي كده محتاجه طبعا ايه فيريفيكيشن، يعني يبقى في وقت للفيريفيكيشن فيريفاي، واستخدم الكالكوليتر، يعني انت خليك شاطر في استخدام الكالكوليتر عشان خاطر تمرن نفسك على حل الايه، لان هتبقى محتاج تحسب مود كتير واثنين اس كذا مود كذا، يعني دايما محتاج تحسب الايه الحسبه دي بشكل مستمر على الكالكوليتر. طيب هنا برضو ار اس اي وذ بي هيساوي 11، كيو هيساوي 7، اي هيساوي 13، كالكوليت ذا برايفت كي فاليو خلاص. ده كلها ارقام صغيره، انا مديك ارقام صغيره عشان خاطر تقدر ايه تحسب الايه الموضوع دوت وبسهوله. اوكي
كالكوليت 11 اس 77 مود 6. طبعا هو مش مقصود انها تحسب الرقم الكبير قوي ده، بس انت اكيد ممكن تعمل ايه شويه، تستخدم بقى مهاراتك في الحسبه هنا ان انت تحاول تريديوس الحسبه ديت خلاص، واللي اكيد هتعرف طريقه لحلها خلاص. اوكي، ف يعني ده سؤال برضو يعني على الشابتر الاخير اهو. ان ار اس اي اوردر تو ساين ا دوكيمنت ام ذا فولوينج فورمولا كان بي يوزد، كان حتى مديك الحل اهو خلاص. يعني هو بس انا عشان تعرف النوتيشن اتش معناه هنا ايه، مقصود ب اتش هنا ايه يا جماعه؟ الاتش مقصود بيها ايه؟ هاش نعم، هاش الهاش. هاش الهاش يعني عشان لو شفت اتش معناها هاش يعني. بس انا بحاول اريمايندك ان انت ايه، ان الترمينولوجي دي مهمه قوي، سواء الاتش او الاي او الدي او الاجزاء بتاعت البرايف الار اس ايه، مهم جدا تبقى فاكر الحاجات ديت في حل الامتحان. غير كده هيبقى اسئله نظري خلاص. يعني طبعا اكيد انا مش يعني اكيد انتوا بقى كل واحد ليه طريقته في الحل، في اللي بيحل السؤال الامتحان من فوق لتحت كده، في اللي بيبدا بالحاجات السهله الاول وبعد كده يبقى الحاجات اللي فيها كالكوليشن صعب للاخر. يعني انا متخيل يعني الامتحان فيه 40 سؤال، وممكن تقول ان فيه 30 سؤال منهم يتحلوا بسرعه جدا جدا بالطالب المذاكر وشاطر، لان في منهم 20 النظر دول هيتحلوا بسرعه جدا، لان لو واحد فيكم مذاكر وفاهم اكيد هيحلهم بمنتهى السهوله خلاص. والعشرة اللي فيهم كالكوليشن ممكن يستخدم فيهم الكالكوليتر بمنتهى السهولة، يعني لو عرف ازاي يتعامل مع الكالكوليتر مع الأسئلة دي وما شابهها خلاص، هيقدر يتعامل مع العشرة السهلين دول بالكالكوليتر، وتك تك كده هتلاقي نفسك حليت في 30 سؤال في وقت بسيط جدا، هيبقى بس وقت المراجعة في الآخر ولا 10 أسئلة هم دول اللي هياخدوا وقت منك خلاص. يعني محتاج تعمل درافتات لنفسك على ورق اللي انا هيكون معاك في الامتحان، وده اللي انت عليك ان انت ايه يعني تبقى بي كيرفول قوي عشان ما يروحش منك السؤال نتيجه ايه استعجال ولا حاجه. وطبعا الحاله تعمل فيريفيكيشن، يعني لازم تفيريفاي، لازم تلاقي لنفسك طريقه تفيريفاي بيها، اما ان انت تعيد الحل في بطريقه في ورقه ثانيه، اما ان انت تحله مرتين في وقتين بعاد عن بعض، يعني سي مثلا تحل السؤال وترجع تحله ثاني في الاخر خلاص. طبعا هيكون اسرع، انت حلك هيكون اسرع ساعتها، بس ايه على الاقل النتيجه تبقى متطابقه، لان هنا في الاخر خالص الاجابه يا يا لا. اوكي، يا تدي الرقم السليم يا مش الرقم السليم. طبعا جزء هيساعدك ان الارقام تشويسز اختيارات، يعني في عندك تحت ايدك اختيارات هتساعدك تقول وتقول لك ان ايه ان ايه ان ان انت قربت من الحل او ان انت حسبت الحسبه السليمه، فيعني ده اكيد هيساعدك وهيفيريفاي معاك النتيجه بشكل كبير جدا جدا جدا. مش الامتحان طبعا التعجيز هو الغرض من الامتحان، بالعكس الامتحان انا شايف انه هو بسيط للطالب المتوسط المذاكره كمان، بس لازم تذاكر وحاضر امتحان ده فاهم المنهج، ولازم تكون مذاكر خلاص فاهم اجزاء كل جزء في الماده، ما فيش جزء عندنا ميسنج ولا ما فيش حاجه اتشرحت في المحاضره مش موجود، ممكن ما تبقاش كفرد في الامتحان خلاص. عليك تبقى اوير المادة بالكامل وتكون في دماغك بالكامل خلاص، وترين نفسك كويس قوي على حل مسائل 7 المسائل اللي انا ايه حاططها لكم دي. وانا ممكن حتى ابعت لكم ده كمان على الجروب او على سوري على سيف، عملت تغيير فيه. ممكن ابعت الايه الامتحان على الشات هنا اهوت. وصل يا شباب؟ شباب وصل الامتحان الموديل اللي انا بعته؟ هو لسه دكتور ما وصلش على الشات والله. ده هو لازم ادوس سند، سوري انا اسف، ما كان بيعمل ابلود من شويه. طيب حد عنده اي سؤال؟ يعني دلوقتي يعني اديت لكم تخيل كده شكل الامتحان، تخيل لطريقة الحل كمان ازاي نحل، وترتيب لطريقة الحل الأمثل اللي تقدروا تعملوها. زي ما بنبه تاني، أنا مش هدي قوانين
لازم تبقى حافظ كل القوانين بتاعتنا البسيطه دي، لانها مش قوانين صعبه. يعني انا متخيل ان اكيد اي حد المفروض دلوقتي اساله عن فيرمات ثيري يقول لي القانون ايه، تشاينيز ريمايندر ثيري، القوانين العاديه دي موجوده يعني القوانين بتاعتها ما فيش، يعني حاجه موت حاجه حاجه وهكذا. فلو في قانون معقد قوي هجيبهولك، لو في قانون كبير قوي لو في لا هجيبهولك، لكن ما فيش عندنا قوانين كبيره. اللهم يمكن القانون اللي ايه اللي فيه التشاينيز ريمايندر لما اجي اعمل ريكفري لي، لو انا بعمل حاول حتى ده تبقى اوير بي اللي هو تحسب السيهات وتحسب الامات، يعني برضو الموضوع ما هوش مش محتاج برضو حتى ده كمان مش محتاج ان انا اجيبهولك، يعني ان انا لو انت عملت الموضوع ده مره واثنين هتلاقي نفسك عارف الخطوات، لان كل خطوه بسيطه جدا جدا، يعني القانون بتاعها بسيط قوي. اوكي الحاجه الثانيه، انت في ايدك الكالكوليتور، حاول تيوتلايز الكالكوليتور بحيث ان هي تسرع لك طريقه الحل، يعني تحاول تستخدمها بشكل كويس عشان خاطر تقدر تحل الاجزاء اللي ممكن تتحل بسرعه بسرعه خلاص، وتسيف تايم في وقت الامتحان. النظري انا بكفر بيه كل كبيره وصغيره في المنهج من اول محاضرة لغاية آخر محاضرة، أي سلايد ممكن يكون فيها سؤال. خلاص؟ طيب، حد عنده أي سؤال؟ في المنهج أو في الـ الفايل دكتور حضرتك، الفايل اللي حضرتك أعطانا موجودة عليه أسئلة للبلوك تشين أو ممكن تبقى عاملة إزاي؟ لا مفيش أسئلة على البلوك تشين هنا أهو، مفيش أسئلة على البلوك تشين. ممكن البلوك تشين يبقى نظري. خلاص يعني بلوك تشين نظري، انا مش هجيب ببساطه مش هجيب حاجه في البلوك تشين او في جزء الايثيكال هاكينج مش هيكون في حاجه رياضيه اطلاقا. اوكي انا متخيل ما كانش في حاجه رياضيه يعني في البلوك تشين، يعني ما كانش في سؤال ممكن اساله لك رياضي يعني في البلوك تشين. اوكي لكن ممكن يبقى في اسئله نظري نتيجه فهمك للبلوك تشين. طب دكتور اللاب بتاع الإيثيكال هاكينج الأكواد اللي فيه وكده برضو يعني تتحفز ولا؟ بص أنا كويس إن أنت سألت الإيثيكال هاكينج، إحنا فوكس بس في البروجكت، يعني هو not included في الامتحان. أوكي not included في الامتحان تمام يا جماعة، يعني عشان أريحكم من موضوع الإيثيكال عشان أعرف ممكن ده يبقى عبء عليكم في المذاكرة، ركز في البروجكت بتاعه. أوكي يعني انا هعتبر الجزء بتاع الايثيكال هاكينج او الجزء العملي بتاع البلوك تشين او الاسئله او الاكسرسايزنج بتاع البلوك تشين ده هيتعمل فين في البروجكت ان شاء الله. اوكي فده انا هكفره في البروجكت، فلو انت عملته كويس في البروجكت ده يكفيني قوي، لكن مش هيبقى كفرد في الامتحان. اوكي يعني يا دكتور اللي هيبقى كفرد من ناحيه البلوك تشين والايثيكال هاكينج السلايدز اللي لا 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 الايثيكال هاكينج مش موجود بالكامل في الامتحان، خلاص موجود بالكامل في الامتحان يعني حتى ما فيهوش اسئله نظري صح؟ ايوه البلوك تشين هيبقى نظري بس تمام، وهيبقى برضو يعني معتمد على الباشمهندس الدهولنا، يعني مش هيبقى فيه حاجات ادفانسد حوار كبير قوي. انا الريفرنس بتاع الريفرنس بتاعي المحاضره اللي باشمهندس ايمن رفعها. تمام لكن جزء البراكتيكال في بلوكتش في البلوك تشين التنفيذي او الالجوريثمز او دي في الاخر خالص اللي هتعملوها ان شاء الله في البروجكت باذن الله. تمام يا دكتور، احنا هنذاكر بلوك تشين نظري قوي عشان الامتحان دوت، وفي نفس الوقت برضو اما الايثيكال هاكينج فده انا سايبه ليكم تماما فين في ان شاء الله في الجزء البراكتيكال اللي في البروجكت اللي انت تعمله ان شاء الله. احنا مواعيد لتسليم البروجكت ان شاء الله تكون امتى ان شاء الله يا جماعه؟ هو باشمهندس ايمن بلغنا ان الايثيكال هاكينج هيبقى يوم 6 بس ما بلغناش عن البلوك تشين ولا حد ولا نزل لنا تفاصيل البروجكت. طيب انا هكومينيكيت معاه ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب حد عنده اي سؤال تاني في اي حاجه تانية في المنهج يا جماعه؟ هو انا عندي سؤال ممكن ابعته لحضرتك في الشات دلوقتي. نعم في سؤال هبعته لحضرتك في الشات. طب تمام خلاص اوكي بعتيه دلوقتي؟ اه بعت. انا مش عارفه هو ازاي حله في ميتين. Find the number x between 0 and 28 with x 85
كونجران 2.6 مود ممكن اشير مع زمايلك يعني نحاول نفهم مع بعض كده الفزوره دي. find the number، شايفين يا جماعه السؤال number x between 0 and 28 with x اس 8 اس 85 congruent to 6 مود 29. يعني ببساطه كانها ايه x اس 85 مود 29 هيساوي 6. اوكي فانت محتاجه تحسبي الاكس اللي ممكن تجيب كده. فانت عندك هنا اربع ارقام اهوت، يعني حتى ممكن تجربي واحد فيهم. بس هو انا كلاريفيكيشن يوز فيرمات ثيري. اه يعني هنا بيقول لك ممكن تستخدمي فيرمات ثيري. طب فيرمات ثيري احنا هنا بنقول لو كان عندي 29، 29 ده برايم نمبر صح؟ تمام. واحنا عندنا فيرمات ثيري بتقول ايه؟ بتقول A باور B minus 1 أيوة. واحد مود B تمام. طيب وانا عندي هنا 85 85 ديت عبارة عن هل هي ممكن نجيبها عبارة عن حاجة في حاجة مثلا نجمع الأسس. هي 85 لو هنا عندي ال B هنا برايم انا ممكن احسب الايه يعني احنا ممكن نحسبها مود فاي ان. فاي ان عندي هنا بكام؟ او الفاي 28. فهل هي 85 فاي مود 5 29 مود 28 هتبقى كام؟ واحد. نعم واحد واحد. طيب هو ده مش اهو اشتري راحت اهي 8 1 يبقى عندك كده هو كمان لو انها كام اكس اس 1 يبقى معناها الاجابه 6 صح ولا لا؟ 6 اس 1 لان هي في الاخر خالص 85 مود. بس هي طبعا ده مش فيرمات ثيري يعني يعني هو يعني هي هنا هو ده في الاجابه هي سي سي انا والله ما خدت بالي من الاجابه يعني ان في الاجابه سي هي فعلا 6 خلاص لان هي 85 مود 28 هيديني واحد على حسب مزمنكم حسب دلوقتي اهوت خلاص. فبالتالي اكس اس 1 هيساوي مود 29 هتديني 6 خلاص خلاص يا جماعه. بس انا هنا ما استخدمتش فيرمات ثيري، انا هنا استخدمت الثيريز اللي كنا خدناها بعد كده اللي هي ايه بقى الثيري اللي هي كان فيها كنا خدناها فين يا ربي كانت موجوده في اويلر. تعال نفتكر اويلر مع بعض كده. حد فيكم فاكر اويلر ثيري بتقول ايه؟ نرجع تاني للمحاضره. هي اكيد مش فيرمات يعني اكيد انا مش هريفرنس فيرمات يعني قصدي الجايدنس بتاعه هنا مش فيرمات يعني احنا هنا استخدمنا النظريه اللي موجوده فين هنا لما كنا بندرس الديسكريت اكسبوننت النظريه دي بتقول ان انا لو عندي هنا اهوت a اس اكس مود ان كل اس ار هيساوي a اس اكس ار مود فاي ان. يعني ممكن انا نورمالايز الاس عشان خاطر خاصه ان انا عندي هنا الان هنا دي برايم نمبر اصلا الان هنا دي برايم نمبر فبالتالي اقدر اطبق عليها النظريه دي. طيب طبعا في طرق كتيره ثانيه تحسبيها غير حتى الايه اليوز فورمات ثيري. ممكن بقى تستخدمي الطريقه التقليديه ان انت تقعدي تحسبيها بايدك كده اهوت تحسبي بس احنا يعني ممكن تجربي الارقام ديت خلاص ولكل واحد فيهم هتبقى محتاجه شويه كالكوليشن عشان تحسبيها لكن الطريقه اللي انا قلتها ديت اسهل بكتير قوي. اوكي طيب واضحه الاجابه ديت يا باشمهندسه؟
واحنا لجأنا ان احنا دلوقتي نورمالايز الاس مود فاي ان طلع لي بواحد، فبالتالي بقى ما فيش حاجة عندي اكس اس واحد مود 29 يساوي 6، يبقى اكس بكام؟ ب 6. اوكي في حد عنده اي سؤال تاني؟ دكتور لو سمحت ممكن سؤال في التيوري اللي حضرتك كنت جايبها. تمام اتفضل. هو هنا المفروض ان ال n يبقى ليها primitive root، لكن هل شرط ان ال a تبقى primitive root لل n ولا لازم تبقى اصغر منها بس؟ وهنا كاتب هو for a اكبر من او يساوي 0 واقل من ال n، n has a primitive root. القوانين دي valid خلاص، خلي بالك القوانين دي احنا خدناها بدون اثبات يعني. خلاص تمام، القوانين دي احنا خدناها بدون اثبات، فالقوانين دي valid لل n اللي هي has primitive root، اللي هي شور لو n دي برايم هبقى اكيد هتبقى القوانين دي valid معاها. اوكي تمام، شكرا يا دكتور. طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ دكتور كان عندي سؤال في الـ AES. هو بس في simplified AES كان مكتوب في السلايدز كتابة ان هو number of rounds 1 وكان مرسوم ان هو 2 rounds، فهو ايه؟ رجع تاني هو واحد ولا اثنين؟ اكتر خمسة متاني انت بتقول ان هو كام راوند؟ وهنا مكتوب فيه 2 راوند. مكتوب هنا نمبر اوف راوند، لا كان مكتوب السلايد اللي بعدها على طول نمبر اوف راوندز 1 راوند، فعشان كده اتلخبطت. والله بص هو هنا في راوند الثاني ده مش مكتمل يعني، زي ما انت شايف كده يعني الراوند الثاني ده اللي هو فيه الاربع جايز، هو قصده هنا عشان الراوند الثاني في عندي، بس انا عندي هنا هم 8 خطوات، المفروض ان هم ايه يبانوا كده ان هم 2 راوند. انت مش ما فين الحته اللي بقول فيها انا 1 راوند؟ فين الرسمه؟ كانت بعد الرسمه غالبا، كانت بعد الرسمه مش فاكر السلايد كام. هي كانت السلايد اللي قبل الرسمه على طول يا دكتور، اللي قبل دي. ايوه نمبر اوف راوندز 1 راوند، يعني انا مش يعني هي حاجه ديبيت فيها، هندبيت فيها شويه ان يعني دول 2 راوند ولا لا. هم شكلهم 2 راوند لان هم 8 خطوات، لكن هو اللي هو هنا لما جه سمى الراوند فدقها بالانفرس، شفت الرو على اساس ان يبقى الراوند دي ريفرسبل، شبه اللي كانت موجوده فين يعني، هو هنا شبه الراوند اللي كانت موجوده في الاي اس نفسه. يعني هنا في ديبيت اذا كانت 2 راوند او 1 راوند، ومش هتفرق كتير قوي يعني، ان هي هو حاجه ريديوسد وخلاص في الاي اس. يعني انا قصدي حته ان هي راوند او تو مش هتغير في حاجه في طبيعه الاي اس او الالجوريثم دوت. اوكي انت شايفها، ممكن تشوفها شايفها 1 راوند او 2 راوند على حسب يعني تخيلك يعني. اوكي فهو هنا شايف ان البلوك لازم يبدا بايه زي ما انتم شايفين اهو، سبستيتيوشن شيفت رو ميكس لو كولوم واد راوند كي، ده بلوك الوحيد ده المتكامل على بعضه، لكن هنا مش كامل. اوكي بس هو كان ممكن ببساطه يبدا بالاد راوند كي، يعني مثلا يعني يعتبر اد راوند كي نبل سبستيتيوشن شيفت رو ميكس كولوم، ويعتبر ده بلوك وده بلوك وهكذا. اوكي فيعني مش هتفرق كتير او الاجابه 1 راوند او 2 راوند. تمام يا جماعه؟ تمام شكرا يا دكتور. يعني مش حاجه هختبر فيها حاجه، لانه في الاخر خالص الامبلمنتيشن يهمني ان هو البلوكس دي تتعمل، لكن هي 1 راوند او 2 راوند مش هتفرق يعني. خلاص الإجابة ملهاش قيمة قوي ولا هتفهمني حاجة ان انت فاهم حاجة معينة يعني. تمام في حاجة تانية يا جماعة؟ سؤال اسألكم سؤال. انا اسألكم سؤال صح سؤال. طب استنى اسألك انا سؤال بقى، اسألكم سؤال. الاوبتمايزيشن هنا يا جماعة، الاوبتمايزيشن هنا اللي انا عامله هنا هو سواء بقى ليه لل 8 بت او 32 بت، المقصود هنا بالاوبتمايزيشن هنا هل بيه الهاردوير امبلمنتيشن؟ لان احنا عارفين الانكريبشن سيستمز بتستخدم يا اما تبقى انكريبتد موجوده كهاردوير
او كسوفت وير. فالاوبتمايزيشن اللي احنا عاملينه هنا دوت معمول للسوفت وير ولا للهاردوير؟ للسوفت وير امبلمنتيشن ولا الهاردوير امبلمنتيشن؟ نعم. الو اظن سوفت وير. السوفت وير هو انت زميلك قال سوفت وير يعني. هو للسوفت وير مش للهاردوير. ليه للسوفت وير؟ لان انا هنا بعتمد على ان انا الانستراكشنز اللي موجوده سواء في ال8 بت او ال30 بت دي تكون الانستراكشن الاحسن فيها دايما تبقى 8 بت او 32 بت خلاص. فانا بحاول ان انا اوظف الالجوريثم نفسه بحيث ان هو يبقى اوبتمايزد للهاردوير. باي ذا واي الاس لما اتعمل هو كان معمول عشان يبقى اوبتمايزد لانه كان عايز يعالج المشكله اللي كانت موجوده في الديس ان هو كانش اوبتمايزد للسوفت وير. طب حد يقدر فيكم يقول لي ليه وده برضه سؤال نظري ليه الديس مش اوبتمايزد للهاردوير؟ ايه اللي بتخلي الديس مش اوبتمايزد للسوفت وير؟ هو اوبتمايزد للهاردوير ليه؟ نخلي كان معمول للتشيب. انا عارف كان معمول للتشيب. ايه الحاجه اللي جواه اللي هي بتقول ان هو اوبتمايزد فور هاردوير مش للسوفت وير؟ علشان معمول بيتس مش بايتس يعني. ان هو بيتعمل الاكسس بتاع المستوى البيتس مش على البايتس زي الكمبيوتر المودرن. زي ما زميلتك قالت وزي ما انت قلت فعلا ان هنا الاوبتمايزيشن هنا لان هو لما اتبنى على البيتس خلاص هيحصل بريميتيشن للبيتس. اصلا دي المشكله اللي بتواجهك وانت بتعمل امبلمنتيشن للسوفت وير بتاعه ان انت ازاي تعمل البيت بريميتيشن ازاي تعملها بوان انستراكشن. هتلاقي العمليه صعبه جدا يعني. العمليه انا صعبه اللهم بقى لو هتستخدم ايه البديل يعني تستخدم لوك اب تيبلز بقى لوك اب تيبلز كبيره يعني خلاص. احنا نتكلم تاني على الايه السوفت وير امبلمنتيشن. سوفت وير امبلمنتيشن طبعا الفيري لوج والفي اتش دي ال اكيد طبعا هيمينيمايز الاثنين اوكي. طب الفيري لوج مع الاي اس يعني في الاخر خالص هيسرعه اكيد طبعا مش هسرع كتير قوي لانه هو اصلا الالجوريثم مبني سريع يعني. لكن هيتطلب في الفيري لوج ان انا يبقى عندي لوك اب تيبلز كتيره يعني. يعني دايما يعني عشان الجا للفيري لوج فانا محتاج برضو لوك اب يبقى عندي مجموعه مش بطاله من اللوك اب تيبلز يعني. طيب حد عنده سؤال؟ كان في زميلكم بيسال سؤال وانا بسال مين؟ هو دكتور كان سؤال بس هو يعني بره منهج خالص وحاجه ليها علاقه بالاساينمنت الاساينمنت اللي عندنا في اجازه نص السنه. تمام. هل ينفع معاد الاساينمنت ده يتاجل ممكن 4 أيام مثلا كمان ولا المفروض ان انت يعني المفروض ان يبقى في اساينمنت كمان للبلوك تشين. فانا هاورجنايز مع باشمهندس ايمن خلاص ان احنا ازاي نقدر نحط الاثنين دول في وقت مناسب. انا ما عنديش مانع اجل بس يكون الاساينمنت الثاني اتعمل يعني موجود لان ده جزء من منهج وانا باني اصلا انا شايله من الامتحان مخصوص عشان خاطر هيبقى فيه اساينمنت عادي. تمام يعني. طب مثلا لما الاساينمنت ينزل نبقى نكلم حضرتك او نكلم باشمهندس ايمن لا عشان لا انا هاكستند التايم ما عنديش مشكله. انا موافق على الاكستنشن بتاع التايم لغايه نهايه اجازه نص السنه خلاص. بس يعني ايه ده جيفن ذات ان الاثنين اساينمنتس موجودين خلاص. تمام. وفي نفس الوقت برضو انا مرتبط بالكليه برضو بالريليز بتاع النتيجه يعني يعني ان انا برضو في الاخر خالص يعني انا ما عنديش مانع ان انا اجل بس لو في الاخر الريليز بتاع النتيجه كده ممكن مثلا اشوف ايه التصرف المناسب خلاص. يعني خلينا بعد الامتحان كده ما تشغلش نفسك دلوقتي. بعد الامتحان الباشمهندس ايمن هيانونس ليكم مواعيد الاساينمنتس ديت وبما يتناسب بحيث الوقت يكفي الاثنين ان شاء الله خلاص. تمام شوف كده يا دكتور. في حد عنده اي سؤال تاني؟ طب يا جماعه اتمنى لكم التوفيق وشدوا حيلكم بقى يعني ايه وترين نفسك طول الوقت الجاي دوت على الحل بشكل. اتمنى طبعا اللي قبل كده تكون مذاكرين كويس وفاهمين كويس المنهج عشان خاطر بس تركز شويه في ان انت تترين نفسك على الحل بايدك قبل الامتحان. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام.